المحترف العراقي معهد للتدريب الإعلامي، معهد مستقل. هذا المعهد يعمل بموجب الدعم الذاتي من خلال الدورات التدريبية ورش العمل اللي يقيمها للراغبين بالدخول في مجال الإعلام. أسس هذا المعهد بتاريخ 1/1/2011 وباشر بعمله الفعلي في 1/3/2011. نستقبل مجموعة من الطلبة الراغبين، من ضمنهم طلبة كلية الإعلام وأيضا طلبة كلية الفنون وأشخاص أخر راغبين في التعلم بهذا المجال. باشرنا عملنا في 1/3 وبالتالي قمنا بمجموعة من الدورات تصل لحد الآن إلى نحو 20 دورة تدريبية. قمنا بالتعاون مع قناة آشور الفضائية لتدريب الطلبة والمتدربين في داخل القناة بشكل عملي، أي أن المعهد يركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، ويعتبر بمسيرته هو مكمل لعمل كليات الإعلام والفنون، لأنه يركز بنحو 80% على الجانب العملي التطبيقي. أيضا تكميلا لعملنا، قمنا بإنشاء مشروع، هذا المشروع سمي برابطة شباب الإعلام العراقي لاستقبال عدد من الطلبة والشباب الراغبين بتعلم مهنة الإعلام. ارتأى المعهد أن يقيم مشروع لتطوير قدرات الشباب في الصحافة والإعلام وتحت مسمى رابطة شباب الإعلام العراقي. هذا المشروع يهتم بتقديم الخدمات المجانية من ورش عمل تدريبية ونشاطات أخرى لمجموعة من الطلبة والشباب ومن كلا الجنسين، وخاصة طلبة كليات الإعلام والفنون، حيث نقوم بإعطاء ورش عمل تدريبية بواقع 24 ورشة عمل بمختلف الاختصاصات الصحفية والإعلامية. وبالفعل باشرنا بهذا المشروع واستقبلنا ما يقارب 125 طالب أو عضو من كلا الجنسين، والآن الورشة قائمة وسوف تستمر إن شاء الله، وهناك خطة سنوية تكميلية يكون بها التركيز بشكل أكبر على الاختصاصات من قبل الطلبة واختيار الطلبة أنفسهم حسب تجربتهم بالسنة الأولى. كنت أحب أصور الصور الفوتوغرافية الفنية، والرابطة هي اللي علمتني هذا الشيء وصقلت موهبتي. ريدت أتعلم تصوير، والرابطة هي اللي علمتني وحققت حلمي. هوايتي هي المونتاج، شفت الرابطة هي المكان المناسب حتى أتعلم بيه هذه الهواية. المكسر والإخراج حلم صعب، بس الرابطة حققت لي. شكرا. رغم أني طالبة إعلام، لكن ما كان عندي الجرأة حتى أقدم برامج أو أكون مراسلة، وتعلمت الجرأة وحرفة التقديم عن طريق الرابطة.